تنفيذا لتوجيهات وقرارات اللجنه التنسيقيه برئاسه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله المعنيه بالزام كافه المواطنين والمقيمين بارتداء الاقنعه وكمامات الوجه في الاماكن العامه والسماح باستئناف عمل المحال التجاريه والصناعيه التي تقدم سلعا او خدمات مباشره للزبائن شرط اتباع الاشتراطات ومنها ارتداء الاقنعه وكمامات الوجه من قبل العاملين ومرتادي هذه المحال التجارية وتقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع الاكتظاظ في المحلات مع ترك المسافة الكافية والتي ستطبق من يوم غد الخميس الموافق التاسع من إبريل الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً فقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن طرح أكثر من مليون كمامة وجه طبية في الأسواق والصيدليات بدءا من اليوم الأربعاء وذلك للإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.